السلام عليكم وكيف بقيتوا واش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. نفس لا فيديو هو نورمالمون نفس لا فيديو، ولكن انا دابا راني في بركان، ما مشيناش للناظور، جينا لهنايا البركان نتسراو فيها هكا واحد شويه عاد نطلعوا ان شاء الله باذن الله. ودابا من بعد ما درنا هكا واحد الدويره وخدينا التصويرات، حيت دائما كندوزو على بركان وما عمرنا في حياتنا ما وقفنا هكا في هاد الليمونه هادي، ما عمرنا موقفنا وخدينا زعما التصويرات اللي غيبقاو سوفينير. دائما كندوزو كنمشيو بحالاتنا، هاد النهار كنا عرفتي شنو غادي نتصوروا هنايا، خدينا التصاور. ودابا ان شاء الله باذن الله غادي نمشيو لكارفور. بغيت نمشي لكارفور حيت عندهم هما كارفور كبير وداك الشيء، غادي نمشي نشوف شنو كاين. كاين صداع، غادي نمشي نشوف واش عندهم شي معنات. انا راكم عارفين عزيز عليا داك الشيء ديال الكوزينه، نمشي نشوف شنو كاين. شي وكا كان قريب لوجده شي شويه، يعني هو راه ديجا قريب يعني، ولكن كاع وكا كان بيناتهم غير شي 10 كيلومتر هكا، وكا راه زعمت مشيت لوجده، لان وجده بغيت نمشي الكيابي ديكاتلون ديالهم تما وداك. يمكن ديكاتلون عندهم ياك؟ عندهم يعني، وكا راني مشيت ولكن مالوغوزمون بعد شي شويه. وديجا هادي دابا تقريبا 8 على داك الشيء درنا بناقص. صافي غادي نضربوا دويره هنايا وندوزو كياخذ لكم الكارفور ومن بعد نطلعوا ان شاء الله. يا اخي شي جا زوينين. ديري 15 درهم فيهم ثلاثة بحال هكا، تادو فنين. شو كي دايرين كيحمقو مزيونين، كيديرو 45 درهم وهادو 10 دراهم. هادو زليفات دايرين 11 درهم فيهم 6 ديال زليفات. هادو كويسات ثلاثة ب 12 درهم. كاينه في الحمار في الكري في الزرق في هاد اللون، كيديرو 12 درهم. شوفوا على شبيكات مزيونين كبيبرين، زعما ماشي صغار، واحد جوج ثلاثة، ثلاثة ديال الشبيكات غارقين كيديرو 21 درهم. كاين في اللوينات حتى هادو، شوفوا على شبيكات مزيونين، جمعوا فيهم هكا الالعاب صغيورين، ها انتما غارقين زعما ماشي
ثلاثة كيديروا 21 درهم، كاين فيهم اللوينات، كاين حتى هادو نجي على هاد الشكل، حتى هما نفس الثمن 21 درهم. وكاين خلاص الشبيكة ديال الماعن، هادي اللي كتكون مع داك البلاطو اللي كيكون تحت منها اللي كيقطر عليه الماء، كدير 33 درهم. هاد الكويس هذا ديال ميكا اللي كيشدو به العبار 26 درهم. واحد البلاطو صغيور ديال الماء فلامينغو كيدير 19 درهم، هو مزيون. هاد ديال فلامينغو فيه حتى هاد اللوين، فيه هذا شو سميتو العصافير، هاد اللوين. ايوا خلاص هنا كاين البواطات الصغيورين، هادو ديال بيكنيك، ها فيها كلشي، كويسات الغطران، فراشة الموس، معالق مزيونه، كاين في اللوان، كدير 59 درهم. هذا القريعات كيديروا 19 درهم، فيهم الغطايه في الزرق وغطايه في الاحمر وغطايه في الكري. ثلاثة ديال كالان كيدير 24 درهم، زيونين بحال لي كوش ديالها. ماما هاد كلشي هادي شكيرة، تقضيت وساليت، خديت المهم غير شي حاجة قليلة، تنمشي الدار نوريكم ولا وريكم دابا. المهم شوفوا خديت هذا كان رخيص، ثلاثة ب 24 درهم ديال كالان، وأخيرا لقيت فانيش بالحق، لقيت غير الصغير. هذا شحال فيه؟ فيه 450 تقريبا، بحال نص سيترو، كيدير 29 درهم، قول 30 درهم. المهم لقيتو خديتو، لقيت هادو البنات عجبوني وانا ناخذهم، حيت انا ما عنديش زليفات صغيورين، شحال مختار كنبغي ندير فلون ولا رايب وما كنكملوش داك الزلافه كبيره. ايه وما كنلقاش هادو عندي، وخا عندي وحدين في واحد الماغو مغلوق، ولكن هادوك غارقين. هادو مزيونين رخاصين، كيديروا يمكن شي شحال الناس هادو؟ 11 درهم بروموسيون، 11 درهم كامله فيها 6 بروموسيون، مزيونين. صافي خديت البنات هاد العصير كيبغيوه، وخديت لهم هذا اوزمو، خديت غير شو سميتو دنجال وخيزو، صافي هادشي شنو خديت. غادي ناخذ كافي كريم، وانت كاين لي كاين كابوتشينو. المهم كافي كريم صافي، هي هذيك راه ربطات. نسيت هيت ناخذ قهوه ديال الزنقه ماشي ديال الدار، و شو سميتو والقهوي كلشي ما يمكنليش نمشي له هنايا، كلشي تقريبا شاد تصحتها. المهم صراحه رخاصين ما غاديينش، كيديروا يلاه 3 دراهم اللي بغيتو. سون سوك، كافي اكسبريسو، كافي لون، نوازيت، كافي كريم، اكسترا سوك، كابوتشينو، كاكاو ولا غير لي بوحديتو. اوبا ها هو راه فيه، تي جاتني واحد الشهوة، واحد الشهوة مع لقيتها غير 3 دراهم رخيصة. ردات لي الصرف، شكرا. الله عرفتي واحد الشهوة فيا ديالها، يا سلام. 3 دراهم خله. بخير الغزالات، لاباس عليكم، كيف صبحتوا؟ ما كملت لكمش لا فيديو البارح، صافي جينا اصلا التليفون ديشارجي لي، ما بقاش عندي كي ندير لا نصور لا حتى شي حاجه. صافي جينا ارتحينا، درنا داكشي اللي خاصنا نديروه، نزلنا ما تشاركت معكم البارح والو. البنات شريت هذا العسل هذه من عند هذاك السيد، حسبوا لي بالنسبه للبنات اللي بغيو يعرفوا الثمن، حسبوا لي ب 180 درهم للكيلو، ولكن البنات ماشي عسل، راه داكشي غزال غزال غزال. عرفتي كاين نغج هنايا في الحلق، وقالوا لي قال لي زعما خليها غير الدواء، عرفتي الريحه ديالها مجهده مجهده، قال لي خليها غير الدواء، ما زعما ما تاكلوهاش، خليوها هكا تحتاجوها غير الدواء ولا هذا، قال لي غزاله.
ايوا المهم هادشي اللي كاين دابا. يلاه عاد الصباح يلاه عاد النهار عاد غادي نفطروا. المهم شي فطر شي مازال. انا مازال عاد غادي نفطر. درنا غير هكا واحد الحريشه وليك خيب. شو سميتها فاطمه الزهراء مشات بحالاتها لان كتمشي كي قلت لكم يومين في السيمانه مشات هاد النهار بحالاتها. دونك راه حنا غنقيدوا هاد النهار بوحديتنا. المهم غادي نشوف شنو غادي ندير واكيد اي حاجه درتها غنشاركها معكم. وشو سميتو البنات كلهم اللي هضروا لي على على هادي على الحنه قلت لكم في لي كومونتير صافي بركه ما تفقسونيش ما تفقسونيش صافي. اللي وقع وقع. واحد المتتبعات كتبوا لي اسماء لو كان حبستي يعني ما تكمليش الحنه. ما عنديش كي ندير ما نكملش الحنه لان اصلا انا البنات مشهيه انني ندير الحنه. راه عرفتي الجنون كيطلعوا فيا ويهبطوا حق الله العظيم. هكا كيبان لي ندير لها هكا ونعنفجها ولا ما عارف شنو كان كيبان لي عقلي لان انا مجنونه على الحنه وما عارفش داك الشعور. المهم اللي بحالي كتموت على الحنه غادي تفهم. وانا من النوع ديالي اللي ما كنحنيش ديما يعني عندي الحنه بالمناسبه. ما عمرني ما جبت شي حنايا للدار وجلست ودرت هكا عشيه وحنيت. لا دائما كنحني بالمناسبه. مثلا في عرسي مثلا في سبع ديال زينب سبع المروه ما درتهاش. سبع زينب سبع المروه اصلا ما درناش شي سبع ما كبرناش لان كانت عندنا الموت في نفس السيمانه اللي ولدت فيها مروه. يعني ما كانش خصني لا نحني لا حتى حاجه مسكينه. اصلا درنا لها سبع ديالها سكوتي ما فيه حتى شي حاجه وما حنيش تما. ومره وحده اللي كنت في ذاك الفتره كنا مشينا سيدي حرازم وحنيت في فاس سيدي حرازم حنيت. ولكن حنيت راه كتعرفوا غير داك الصبيع خفيف داكشي خفيف. يعني انا كنهضر لكم على الحنه الثقيله. اما مثلا ملي كيكون شي حد كيحني كيكون عروضه عنده ولا شي حاجه راه كندير صبيع ولا غير داك الطليصه هنايا ولا شي حاجه. ولكن انا كنهضر لكم على الحنه زعما اللي نجلس ونعقل على راسي حنيت هكا عامره. ملي كنت ما قلت لكم ملي كنت بزاف صغيره اللي كانوا كيديروا لنا والدينا يدينا ورجلينا في 27. ودابا قلت زعما منين خرجت من 40 وهذا نكمد عظيماتي ورجيلاتي ويديداتي شي حنه تكون فاعله تاركه. ايوا مكتب معنا ما نديرو. انا ما بغيتش نهضر كاع في هذا الموضوع في داك الوقيته. يعني فاش حطيت لكم لا فيديو ما بغيتش نهضر اصلا في هذاك الموضوع. ولكن كلشي لحظه تعليقات كلهم تيقولوا اسماء الحنه عاوديه كيقولوا لي سيري غسليها سيدو جافيل باش تزول لك وعاودي شي حنه. ماشي مشكل دابا اللي وقع وقع والحمد لله داز كلشي بخير وعلى خير. حتى هذه حنينه ماشي مشكل الزواقه اللي راكم عارفين. اما تبارك الله الحنه ما عندي ما نقول. الحنه غزاله لا بالنسبه للتخليطه ديالها ولا بالنسبه للنوع ديالها. عاتي كحله 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 ما فنه. ولكن الزواقه ما عندنا ما نديرو. ضروري شي حاجه كتجي ماشي هي هذيك صبر وصافي. ولكن تفقست يلا
ديال البنات اللي سولوني على الطاجين، قالي لي اسماء عافاك منين توجدي به وداك الشيء، جاوبينا قولي لنا واش غيعجبك اولا ما يعجبكش، واش غيلصق لك واش ولا لا. المهم نعطيهم زعما الراي ديالي عليه. المهم صراحه البنات اول مره غادي يستعملوا هو دابا، ها هو يلا عاد جبتو هكا وبصيتو باش هكا غادي نخدم فيه. اول قلت لكم اول مره يعني صراحه مازال ما عارفاش غادي نوجد فيه دابا هكا واحد الطويجين هكا خفيف ظريف، لان كيف ما العاده كتحيري شنو غادي ديري الغدا ثاني شنو قلع قليب لا كوكو تعاود. غادي ندير هكا طاجين ساهل ماهل ما فيهش المرقه، كيكون هكا شارب وخاطر كيجي بنين. المهم انا عاد غادي نخدمو هذا النهار ان شاء الله، مور ما غادي يطيب لي الماكله ديالي. غادي داك الساعات نقول لكم واش لصق اولا. المهم صراحه هي قالت لي ما كيلصق ما حتى شي حاجه وزعما ماركه وثقيل وكل شيء، ولكن المهم اكيد غنشارك معكم الراي ديالي فيه. هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم دابا غادي ندوز باش نوجد الغدا. صراحه غادي ندير غير الطاجين ديال الدجاج وديال البطاطا والجلبانه، هادشي اللي طاح لي في بالي دابا وصافي. هذا ما كان غادي نصوب زعلوك لان شريت بدنجال وغيبقى غير يضيع لي في الثلاجه، ندير زعلوك وصافي واحد الشليضه خضراء. وهادشي اللي غادي نتغداو ان شاء الله. هانتوما البنات، مهم سمحوا لي كنوريكم الطاجين هكا حيت يلا شويه باش تغدينا وصراحه واخا غسلت الماء وداكشي هانتوما كيف ما غتشوفوا هذوك اللي كنت ديجا غسلاهم هادو تاهما عاد غسلتهم وداكشي. باقي لي هادي وهادي خصني عاد نغسل نخوي زعلوك. المهم ما بغيتش هذا تنوري لكم. هانتوما البنات ما كيلصق ما حتى شي حاجه كيبقى كيف ما هو. المهم الصراحه انا عجبني وتالي ديدات ديالو ما سخنوليش يعني قبيله راكم شتوني هزيتو، تالي ديدات ديالو ما سخنوليش قبيله فاش هزيتو. المهم تلصق ما كيلصقش يعني الله يعمرها سلعه يعني. ها نتوما كيف ما كيبان لكم ما لاصق ما حتى شي حاجه يعني الله يعمرها دار ولد فاميلا يديوه. المهم بنت ماشي يديوه، انا ماشي سوقي اللي بغى يشريه يشري، غير قالوا لي زعما تشاركي معنا واش غيلصق لك اولا لا. المهم انا قلت لكم اللي كاين. راني خارجه هنايا قدام الباب دابا هذه العشيه. راجلي جاتو الحداقه، هادو اللي قدام هادو وريكم دائما جاتو الحداقه، قال لكم ديما حادك ماشي عاد جاتو الحداقه. المهم نوريكم هاد الدار هذه اللي حدايا هادي، شافوهم قبيله كيصوبوا ويقادوا حتى هو جاتو الحداقه. هانتوما شوفوا شنو داروا، قبطوا هاد البقعه ديالهم وداروا لها هكا دوروها كامله
غادي يردوها بحال الشكل ديال الجرده حيت ما غايبنيوهاش دابا، قال كيديروا لها بحال الشكل ديال شي جرده. ومهم نقاوها كامله ودوروها هكذا بالسليب، خلاوها بحال هذا الشكل. فاش شافهم نقاو داكشي بلاصتهم حتى هو قال لك غادي نقي هذه البلاصه، واخا ماشي ديالنا حنا فوق اللي قدامنا، قال لك غادي يزول منها داك الخش وداكشي كامل الشوك وداكشي باش ما يدخلناش هكا الحشرات. عرفتي ملي كيبدا الصيف البنات كتبدا تسخن الدنيا، كيدخلوا لي واحد الانواع ديال الرتايل وكبارين، عرفتي اش نقول لك؟ والله العظيم الا تقول داكشي ديال الافلام ديال الخلعه كي بحال هكاك. نقول لكم قداش، نقول لكم قداش تكون الرتيله. عين عين نعطيكم مثلا مثال، انا اول مره شفت هذا العجب، تكون قد هذا الكاغيط، تكون كي بحال قد هذا الكاغيط بالكبر ولا عاد زايده بحال هكا هكا. عرفتي واحد انا اول مره شفتها صافي تخلعت، عرفتي وكطير كتفنفن ماشي كطير بالجنحين، زعما كطير يعني كتمشي بالجره، كتمشي بالجره جره جره جره. هذيك الله يستر الا مشات داز على شي حد فينا ما عرف شنو دير له. ودابا قال لك هادشي كامل اللي هنايا غادي يزول وبشويش. اه هادشي كله غير الشوك عندك فين هاد الشوك هذا اللي حدانا. هانتوما البنات شوفوا 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 على غطار تبارك الله شحال غزال صراحة. هذه جارتي المهم بعد ما شافتني درت الحنينة وداكشي قالت لي علاش ما تقولياليش ندير لك واحد الطبصيل ديال الرفيسة من صواب يديك. ايوا مهم شكرا لك اختي طامو لهلا خطيك، وما نرد لك ان شاء الله في الساعة ديال الخير. طامو عندها الماكلة بنينة، انا اللي واكلة الماكلة ديالها غزالة غزالة، وصوبات لي هكا طير ديال السكسو بتفاية وزبيب معسل. صراحة نقول الله يعطيك الخير ولهلا يخطيك والله يكبر بيك، وهادشي راه بنين 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 باين غير من الريحة اللي طالعة، انا عادة نجلس ناكل فأكيد غادي نشكرك من هنايا لهلا يخطيك وشكرا. الله يخلي لك وليداتك والله يسهل عليك، وشكرا ليك بزاف. المهم جات العشية خرجنا باش نتمشاو واحد شوية ونخرجوا البنات للجريده باش يلعبوا. زين خرجت لي غولوغ ديالها ومروه خارجه بلا حتى شي حاجه. المهم باغيين يلعبوا مروه اش باغيين يلعبوا داكشي؟ لا لا ما كاينش اللعب تما باش زعما يلعبوا الا كانت الجرده خاويه وهذاك الشيء، ولكن فريمون يا البنات ما كاين لا تباعد ولا حتى شي حاجه. هادشي راه ما يمكنش، هادشي راه غادي ترجع واحد الموجه مجهده. المهم غادي نوقف ونقلب لكم تشوف. اجي لهنا اجي راك ما غتمشيش. هانتوما شوفوا شوفوا كيفاش جالسين مجمعين الدراري، شوفوا كيفاش كيلعبوا مجمعين كلشي مجمع. المهم ما قدرتش نصور اكثر من هكا لان غنشد الوجوه ديال عيب الله من الاحسن بلاش. الدنيا مطرطقه ودابا ماشي كاسيون ديال الدنيا مطرطقه، راه اللي بغى يخرج يخرج، راه خفوا لنا حنا رفعوا لينا الحجر. ولكن باش كرسي واحد جالسين فيه خمسه ديال الناس ولا اربعه ديال الناس، واحد قدام واحد قدام واحد ها، والدراري الكبار من غير دابا الدراري الصغار الدراري الكبار حتى هما جالسين. ها انتم انا بعد ما خليتش بناتي كاع يلعبوا راه مروه طلع لها كاع الدم، قلت لها ممنوع لان الدراري الصغار داكشي واخا يعيو ما يعقموا فيه. اش داك الحاله واش داك؟ وما خيفانيش على ولادهم ما عرفتش مخلينهم شي كيتقاس مع واحد. المهم حنا خرجنا خرجنا غير تمشينا هكذا واحد شويه، كنا عوالين وكان الجرده خاويه نقلتوهم يلعبوا، ولكن الجرده عامره مطبقه قلت لهم يلا تمشيو للدار. زين بها هي كتلبس لي غولور ديالها تلعب هنايا على ما خرجوا الطريق لها وتزولهم وصافي غادي يمشيو للدار ان شاء الله. المهم خرجنا شمينا شويه د الهواء، ضرباتنا شويه د الهواء ونرجعوا لان ما ديريش تباعد امبوسيبل ممكن. هكا والله تتجي شي موجه مجهده اكثر هكا واحد. دابا الكارثه هو ان الفيروس كاين اللي كيكون فيه حامل الفيروس
وما كيبان فيه حتى شي حاجه، وراه كيلصق في واحد اخر اللي تقدر المناعه ديالو تكون عنده ضعيفه وتبان فيه، واحد يلصق في واحد واحد ما تبانش فيه، وحتى اللي تنتشر الجرادي راه ما خصش الواحد كاع يخرج ولادو يلعب، يخرجوا يدوروا يشموا الهواء، ولكن باش هكا يلعبوا في كيقولوا لي الالعيبه في الالعاب الالعاب لا. ايوا المهم دابا غادي نمشي نرجع للدار. اجي 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 زينب مروه هكا لا في هنايا في الجنب حيت الطوموبيلات. غادي نمشي للدار ان شاء الله. نتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم رغم ان فيها البارح واليوم. هادشي اللي كاين، ونقول لكم تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي الا كتب الله. بيزو كبير عليكم. راهي لابسه جلابتي، هذه اللبسه ديالها الثانيه، مره واحده خرجت بها وكنت مشيت للولاد ميمون، وهذه دابا النوبه الثانيه اللبسه راني خارجه بها. يلا تهلاو.